بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. هنشتغل مع اللعيب الجميل المتميز من صربيا نوفاك دوكوفيتش. نوفاك دوكوفيتش من مواليد 22 مايو سنة 87 في مدينة بلغراد في صربيا. احترف سنة 2003 تقريبا، 2003 احترف. بيلعب بيد اليمنى، لعيب متميز جدا بيد اليمنى، بقى عنده باور جامد جدا في الفور هاند بتاعه. حصل على 63 لقب، منها 11 بطولة من البطولات الأربع اللي احنا قلناهم، عبارة عن جراند سلام اللي هم بطولة رولان جاروس ويمبلدون وأمريكا المفتوحة وأستراليا المفتوحة. و28 من دورات الأساتذة، لعب في بطولات الأساتذة كتير جدا في الماسترز، و14 بطولة في رابطة محترفي كرة المضرب. وكان نتائجه في الجراند سلام في الفردي في الجراند سلام كالآتي: في أستراليا المفتوحة كان بطل 2008، وكان بطل 2011 و2012 و2013 و2015 و2016، دي كان في استراليا المفتوحه. في رولان جاروس كان وصيف في 2012 و2014 و2015. في ويمبلدون خد 2011 و2014 وخد 2015. كان في تأهل طبعا نوفاك دوكوفيتش للنهائي في بطولة استراليا المفتوح في 2008 بعد أن تغلب على المصنف الأول روجي فيدرر بثلاث أشواط، وفاز في النهائي على سونجا بثلاث أشواط. دوكوفيتش يمتاز بأنه برضه عنده اللياقة، أن هو يعني شاب صغير وسنه صغير، ويمتاز في الملاعب بالسرعة والجري، ويمتاز بأنه عنده برضه النفس الطويل والروح الطويلة اللي واخدها من الكابتن نادال، أنه هو يقدر يجاهد في الملعب ويوصل بحرف واثنين وثلاثة. كان دي هو صربي الجنسية، ويعتبر ان هو احسن صربي يفوز بهذه البطولة، خاصة ان كانوا رجال او نساء، يعني يعتبر اول صربي يصعد بالطريقة ديت ويوصل في كرة المضرب باللباقة وفي اللعب السريع المتميز ليه داخل الملاعب. وشكرا. ده واخد 200 سنة.